هنا في أحد المخيمات للنازحين في جبهة بابولين التقينا العائلة أكبر عائلة في قرية الدح. معنا المواطن غسان. مواطن غسان بعتونا لعندكم وأنت تعاني من نقص الخبز مثل ما نحن شايفين عندك عيلة، اللهم صل على سيدنا محمد الله يخلي لك إياهم. حكينا عن التشرد اللي عشته بهالايام الماضيه. انا نازح من ريف محافظه ادلب. وزي يا بداد وزي. انا عندي 10 اولاد وهلا قيني دشرنا البلدي تبعنا ولحنا بالبتشول يعني بالصحراء بالبريه وما عندنا خبز وعم ندبر راسنا حاليا عم نجيب طحين وليك هدول كلهم اولادي. الله يخلي لك يا شيلي شيلي. شلون عم تحسن تتنقلوا بين النزوح والنزوح؟ هاي كرمالك يا بشار ليك وراح اول ريف محسوب علينا حقه 16 ليره. اعطينا ليره. طبعا معنا الان والدة غسان. احكي لنا على التشرد اللي عشتوه يا حجي بهالايام الماضيه. بالبرد نحن برا وبالشوب ليك نهلقين مسدودين ليك بين الزيتون وبشوادر ولا خبز ولا مي ولا اولادنا ليك هذا بيبقى من هون وهذا بيبقى من هون وتعال شوفها حالي. كلمه بتوجهها للام الاسلاميه. للام الاسلاميه لو لنا اسلام كان ما صار فينا هيك. ليكنا كيف صار فينا. عايدين حالنا الى الله. غسان كلمه اخيره. نحن منقول كلمه وحده ضلت لنا ما لنا غيرك يا رب. ما ضلنا غير لك يا الله. لا احنا ما بقى بدنا لا مجلس وطني ولا بدنا بشار الاسد ولا بدنا لحنا جيش حر. والله العظيم لناكل صوان ومتحملين. والله العظيم لننتصر عليك يا بشار. تكبير الله.